السلام عليكم، اهلا وسهلا. كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال، وكنتمنى الفيديو ديالي يلقاكم على خير وبخير. اليوم لبست لكم الزي المغربي كما كتشوفوا معايا، حيت غادي نوجدوا واحد الشهيوه مغربيه تقليديه. هي صفه بالمدفونه، واحد الاكله اللي كتجي زوينه وكتجي في واحد يعني واحد المذاق زوين، تقدموها لكم لعائلتكم للضيوف ديالكم. مرحبا بكم معايا في الفيديو. وقبل ما نبداو التحضير في الاكله ديالنا، كنقول لكم شكرا على التعاليق الزوينه اللي كتخليو ليا، وكنقول لكم الى عجبتكم القناه قبل ما تمشيو ما تنساو ديروا لي اشتراك الى طبعا شفتوا باللي القناه ديالي كتستحق، وتابعوا معايا الفيديو. مرحبا بكم. وكما قلت لكم البنات، هذه هي الشهيوه اللي غادي نوجد انا وياكم اليوم، واحد الاكله اللي كتجي بنينه ما نقول لكمش، اللذه ديالها شحال غزاله، وسهله في التحضير بطريقه مبسطه. هاد السفه المدفونه اولا السفه المردومه اللي كنكونوا مدخلين لداخل قدام هاد الدجاج، اول حاجه غنبداو بها البنات وهي تحضير المرق ديال الدجاج. انا هنا خديت نصف دجاجه مع جوج ديال البصلات، وعندنا هنايا واحد الربطه ديال القزبر والمعدنوس، ملعقه ديال الفلفل الاسود، ملعقه ديال السكنجبير، الزنجبيل، وغادي نحتاجو ملعقه ديال الكركم. يعني انا خديت العبار بالملعقه الصغيره، وانتوما كتقدو يعني الدوبلو على حسب افراد العائله. وهنا درت ملعقه ديال الملح، وغادي ندير جوج معالق كبار ديال الاكل من زيت المائده، الزيت النباتيه. وهنا غادي ندير نصف مكعب من ضامه البنه ديال الزعفران شعره، وإلا متوفر عندكم البنات يعني كيبقى احسن، انا الصراحه ما متوفرش عندي. مباشره من بعد غادي نديروا هذا المرق ديالنا على نار مهيله يطيب. ما غاديش نطيبوه كاع بالماء البنات، السر اننا غنخليو على نار اللي تكون مهيله وصافي. على هذا الشكل البنات غادي نخليه، حتى غادي تدبل لينا هذيك البصله وتطيب والمريقه ديالنا تطيح وتولي خاطره ومعلكه. صافي، هذه هي المرق ديالنا على هذا الشكل البنات. كما قلت لكم غير على نار مهيله هكا في الطنجره حتى كتوجد، وكتجينا مريقه اللي معلكه ومعسله بدون ماء، بلا ما نقليوها قبل. بهذه الطريقه البنات انكم تطيبوها على نار مهيله كتجي ناجحه. ومن بعد غادي نمروا باش نوجدوا انا وياكم الشعريه ديال السفه اللي كنقولوا لها حنايا اولا كتسمى شوفو دونج. انا صراحه هنا خديت ديال داري، المهم واحد الماركه راها معروفه كتجي ناجحه، لانني من قبل كنت كناخذها صراحه من المغرب، ودابا ما متوفراش يعني ما كنهبطوش للمغرب ما خديناهاش. صافي، درت هنا ملعقه ديال الزيت، وغادي نلبسها مزيان بهذيك الشعريه ديالي. وحتى الشعريه البنات يعني كيبقى على حسب افراد الاسره، هي تبارك الله كتزكى يعني كتضاعف الحجم ديالها. انا درت هنا كميه ديال النصف كيلو ما كاملش، لاننا حنا غير ربعه ديال الناس. وصافي، دابا درتها مباشره في كسكاس، وغادي نديرها تفور يعني كطيب على البخار كما كتشوفوا معايا. تقدوا ديروا مثلا في هاد البرمه اللي غطيبوا فيها المرق لتحت والشعريه من الفوق، المهم انا درت كل حاجه وحدها. صافي، ومن بعد يعني التفويره الاولى تفورت، درنا غير الزيت، دابا كنوجدوها للتفويره الثانيه. والتفويره الثانيه البنات كنرشوها بالماء يكون بارد، يعني ماء من صنبور يكون عادي كما غتشوفوا معايا كيبان لكم، يعني كنغطسها في هذاك الماء مزيان، ندخلها فيه مزيان حتى كتبدا ترطاب، كتحسوا بها يعني في الملمس ديالكم. صافي، يعني هذه طريقه باش كطيب لكم دغيا. تقريبا انا كنخليها ما بين كل تفيره وتفيره واحد 15 دقيقه، وكتجينا ناجحه. صافي، من بعد غادي نعاود نمرها في الكسكاس باش نردوها تفور، يعني كما قلت لكم التفيره الثانيه. هي هاد الشعريه الا بغيتوها تجيكم زوينه وناجحه كتحتاج ثلاثه ديال التفويرات. من بعد ما فارت ليا الثانيه، دابا غادي نحيدها من الكسكاس كما شفتوا، وغادي نضيف ليها واحد الملعقه صغيره ديال الملح. ضروري البنات الملعقه صغيره ديال الملح، والا كتجيكم هذيك الشعريه ديالكم باسله. صافي، دابا من درت الملح غادي نضيف عليها الماء، وكما كتشوفوا راه كيبان لكم البخار طالع. دابا كنضيفوا عليها الماء اللي يكون مغلي، يعني ماء اللي يكون سخون الى درجه الغليان، وهذا السر البنات باش كتوجد لينا دغيا. يعني في التفويره الثانيه باش نوجدوها الثالثه كنديروا ماء مغلى. وهنا يعني انا درت العنب المجفف اولا الزبيب اللي كنت مرطباه شويه في الماء، يعني غسلته ورطبته
درته من التحت وغادي نضيف عليه الشعريه، ما كنقيشهاش دابا بيدي لحقاش قلت لكم باللي الماء راه سخون. وصافي درتها طفوره البنات. بالنسبه للعنب المجفف يعني كيبقى اختياري على حسب الذوق، ولكن كيعطي واحد كيزيد يعطي واحد المذاق اللي يكون زوين. ولا ما كنتوش كتحبوه اولا متوفرش عندكم كما قلت لكم يعني كيبقى اختياري. صافي الشعريه ديالنا راها طفوره الثالثه وخرجت لنا على هاد الشكل ناجحه البنات كما كتشوفوا معايا، ما كتلصق ما والو. دابا كنضيف لها واحد الملعقه ديال الزبده اولا ملعقه ديال المنقارين، وكنبقى نحلها هكا بها يعني باش كاع دوك الحبات ديال الشعريه يكونوا قاستهم ديك الزبيده، كتعطي واحد المذاق زوين وكتزيدها في البنه. صافي دابا الشعريه ديالنا هي موجوده البنات، ما بقى لينا الا نقدموها. والتقديم يعني كيبقى اختياري على حسب الشكل. انا اليوم قدمتها بطريقه تقليديه بحال اللي كانوا كيديروا الامهات ديالنا، وكتبقى طبعا طريقتي الخاصه البنات كلها والطريقه ديالو. وانا استعنت يعني التزيين بشويه ديال اللوز اللي حمرته وهرمشته، كتواتات مع الفول السوداني البنات لم توفر عندكم. وعندي هنا واحد جوج معالق ديال السكر رطب ولا السكر كلاسي، عندي القرفه لا كانيل، عندي شويه ديال التمر. يعني انا استعنت بهذاك الشيء اللي متوفر عندي انا في الدار، ولكن اللي ضروري زعما ليها كيخصنا القرفه السكر كلاسي وشويه ديال اللوز مهرمش اولا الفول السوداني. صافي البنات من درت الطبقه ديال الشعريه هي الاولى، دابا غادي نخشي هذاك الدجاج من الفوق. انا خليته على هذا الشكل لان الصراحه وليداتي كل واحد كنعطيه في طبيسيلو، ولكن كاين اللي كيحيد هذوك العظيمات وكيخلي غير الحيمه ديال الدجاج. المهم انا كنخليه الصراحه بحال هكا وصافي وصافي كما قلت لكم البنات يعني على هذا الشكل كيبقى التزيين كالعاده يعني اختياري، كل سيده كتزين بالطريقه او الشكل اللي كيرضيها. صافي دابا كنزيدوا الطبقه ديال الشعريه من الفوق، يعني كنغطيو هذاك البلا ديالنا اولا داك الطبق ديالنا بحال هكا. سمحوا لي بعض المرات يعني كتفالت ليا وكنخلط شويه فرنسي شويه عربيه، راكم عارفين مع الولف الواحد كيولف. صافي بحال هكا يعني كنغطيه بالشعريه بحال هكا كيما قلت لكم البنات. يعني انا اختاريت التزيين اللي بسيط وتقديم اللي عادي كما كانوا كيديروا الامهات ديالنا بكري، ولكن راه كاين طرق بريستيج هكا باش تقدموها الا كانوا جايكم الضيوف اولا كنتو غتقدموها ناس اخرين. يعني انا كما قلت لكم يعني اليوم وجدتها غير وكله ليا انا والزوج ديالي والاطفال، يعني ما احتاج انني ندير بروتوكول وكل شيء. يعني درت التزيين اللي كيبقى بسيط وسهل وتقليدي. صافي من بعد البنات ضفت هنا داك طويجين هكا ديال السكر كلاصي، يعني باش اللي بغاه كيحطو قدامه، كاين اللي ما كيبغيش هكا يكون بزاف الحلاوه فيها. كما البنات نسيت نقول لكم يعني حتى الشعريه فاش درتو الزبيده كاين اللي كيبغي يضيف لها حتى شويه ديال السكر كلاصي في ديك المرحله. انا الصراحه ما ضفتوش لحقاش ما كيعجبنيش يكون غالب عليها الحلاوه اكثر، كيعجبني يكون غالب عليها اكثر الملوحه. وانا كنضيف كل واحد يعني كياخد شويه ديال السكر قدامه الا بغاه. وضفت هكا التميرات كما شفتوا، تقدروا تضيفوا يعني حتى البيض مسلوق، يعني كيبقى التزيين كما قلت لكم البنات باللي متوفر عندكم واللي موجود. انا درت بهذا الشيء اللي متوفر عندي، ولكن اللي كيبقى مهم وضروري خصكم ديروا هكا واحد شويه ديال القرفه وشويه ديال السكر كلاصي، واما اللوز مهرمش اولا الكاوكاو كما كنقولوا الفول السوداني مهرمش. يعني هادو الثلاثه هما اللي كيبقاو اساسيين، والشيء الاخر يعني كيبقى غير زيادات كنزيدوه باش كيولي مذاق احسن وتزيين احسن. وطبعا راه دائما يعني العين كتاكل قبل من الكرش، ضروري من واحد التقديم اللي يكون زويون هكا. وتبارك الله السيدات راه كل وحده عندها اللمسه ديالها وعندها يعني طريقتها الخاصه. صافي البنات هذه هي الشهيوه ديالنا كتجي على هذا الشكل، ما نقول لكمش البنات البنه ديالها يا سلام. قدمتها بهذا الشكل يعني طريقه سهله وعاديه يعني غير العائله ديالي الصغيره. وانتم البنات الا قدمتوها بشكل اخر ما تنساوش تخليو ليا في الانستغرام ديالي، راه كنخلي لكم دائما في صندوق الوصف طريقة وتصويرة ديالكم.
وصافي البنات، يعني كان الفيديو ديالنا سال هنا، الشهيوه ديالنا سالت هنا. كنتمنى انها تعجبكم ويعجبكم الزي اللي جيتكم به اليوم، قفطان مغربي هكا باش نبدلو شويه المنظر. وكنتمنى يعجبكم هذا الفيديو وتجربوها، وكنخلي لكم دائما في صندوق الوصف كما قلت لكم المقادير والانستغرام ديالي اللي بغى يتواصل معايا اكثر. وشكرا لكم على المتابعه، شكرا على البنات اللي كانوا معايا من قبل وعلى اللي التحقوا بينا جداد. كنتمنى انني نكون على حسن ظنكم، وان القناه ديالي تقدم لكم كاع اللي كتقلبوا عليه. مع السلامه، الى فيديو مقبل باذن الله. كنخليكم على خير وبخير، وشكرا على المتابعه.